اللي هي الباستيوريلا مالتاسي ده، ودي من ضمن النورمال فلورا الموجوده في فم الكلاب والقطط عاده. الحاجات بقى اللي احنا قلناها النهارده، الكوتينيس فانجل انفكشن، ايذر بقى تينيا فيرسي كولر، ودي مالاسيزيا اتفقنا عليها، درماتوفايتوسس، ودي بتعملها درماتوفايس الفطريات الجلديه. وسريعا قبل ما ننهي كلامنا، احنا النهارده اتكلمنا عن، معلش للمره الاخيره، عن علم اسمه مايكولوجي. وعلم المايكولوجي هو علم ايه يا اولاد؟ اسخنوا شويه معايا الله يخليكم. علم الايه؟ كده احنا بنتكلم عن ايوكاريوتس ولا بروكاريوتس؟ ايوكاريوتس. ليه ما بتتقتلش الخلايا الادميه باستخدامنا للانتي فانجل؟ بسبب سيل ممبرين ماله؟ مختلف. اتفقنا ان الفطريات ليها اماكن مختلفه للاصابات، بس اتفقنا على ان هم اما هتصيب سكن او نيل او هير. اتفقنا ان الفطريات اخذت شكل من ثلاثه، ايه هو الشكل من ثلاثه؟ ايه هو؟ دايمورفيك ويست وخمير. اوكي حضرتك يا فندم، انا خلصت معاهم وعملت لهم الجدول بتاع الانفكشنز. تمام، تحت امرك يا فندم. اي حد بقى ليه اي سؤال امتحان الكلام ده كله معاكم طبعا رئيسه القسم وهي استاذتي، فانا كده مش هينفع اتكلم في حاجه. اشترطنا ان ده يكون في نون هيري سموث سكين، زي ما احنا ما شفناها كده الباتشز، وبتبقى ريد لونها احمر مرتفعه قليل جدا عن الجلد. تانيا بيدس اتفقنا ان هي مشروطه بالقدم عاده، وبتاخد التوب، بتاخد ثواني اصابع القدم بالمنظر ده، ممكن تاخد الاظافر في بعض الاوقات. قلنا ان هي في عندنا منها فصيله ثالثه اللي هي درماتوتينيا كابيتس، كابيتس اللي هي الراس. قلنا ان هي بتفقد الشعر اماكن تواجده الطبيعيه، اماكن بيفقد فيها الشعر خالص سكالب هير، تبقى باد لايك وات يو سي باتش بروكن هير، الشعر بيبقى مقصف او مكسر بمعنى اخر. باربي باللاتيني معناها الدقن عندنا، فبتاخد الاماكن بتاعه الدقن عند الرجاله سبيشالي طبعا. تينيا كروريس الاماكن بتاعه الليج. نعم، لا في ناس بتبقى دقنهم الله اكبر تبقى كبيره جدا، وميه ميه ميه، وما بيتعرضوش للشمس. يعني احنا عاده بتلاقي النوع ده اللي احنا اتكلمنا عنه تينيا باربي ده، في حد كان عنده دقن وحلقها، فبتلاقي عندك الثيك ادامة سقاري لايك وات يو سي. لكن عاده ده لو ما كان بيتعرض للشمس زي بيبقى صعب جدا الكلام ده. ده طبعا اتفقنا ان هو بيبقى في الجراين ريجن، في الجهاز التناسلي او في الجزء الاسفل من البادي. كروريس قلنا معناها ليج، وده الباتكس بتاعت العيان، باتش كبيره جدا من التينيا واخده مكان المقعده عند الافراد. النيل اتفقنا ان التينيا انجم او انكومايكوسس، ان الاظافر نفسها تبقى ليسترلس، بتبقى فقدت اللمعان بتاعها، بيبقى الضوفر زي ما يكون عباره عن نسيج ميت. التشخيص المعملي اتفقنا عليه، قلت لك ابدا ما تنساش حاجه اخيره، تينيا فيرسي كولر اللي هي المسبب ليها مالاسيزيا فارفر. اسمها ايه؟ مالاسيزيا فارفر. اوكي، قبل ما انهي الكلام بتاعنا ده عايز من حضراتكم بس حاجه سريعا. ده اسم الفطر. نعم، مش فاهم سؤالك. تينيا فيرسي كولر، التينيا متعدده الالوان، كلمه فيرسي كولر معناها متعدده الالوان. اللي بيعملها المسمى او المسبب ليها هو ما يدعى بكلمه مالاسيزيا فارفر. فطر، فطر بيعمل مرض فطري متعدد الالوان. عاده بتبقى الاماكن اللي بيصاب بيها البني ادم بهذا الفطر بتبقى هايبر بيجمنتد او هايبر بيجمنتد، فاتقال عليها تينيا لان هي اصابه جلديه سطحيه. فيرسي كولر متعدده الالوان، تينيا متعلقه بالجلد. تمام، فيرسي كولر متعدده الالوان، اصابه فطريه جلديه متعدده الالوان. مين اللي عملها بقى؟ مالاسيزيا فارفر.
انا عارف ان انتوا شاطرين في الكلام اللي احنا كنا شرحناه في الـ FHP واز لونج ان هو اول امتحان، وده من ضمن الحاجات بتاعه الام اس كي على فكره، عشان قبل ما اخوض في الموضوع تفصيليا، الحاجات بتاعه الام اس كي زي ما انتوا عارفين احنا بنتكلم على البكتيريال انفكشن او السكين انفكشنز ايفر، صح؟ صح. فاخدنا جرام بوزيتيف كوكاي، اتس لايك ستاف اوريس ستريبتوبايجين انتيرو كوكاي. اخدنا جرام بوزيتيف باسيلاي، اتس لايك اكتينومايزيتس اسرائيلي ونوكارديا استرويدز وكوليستريديا. انا حاسس ان انا بتكلم كلام ساحر. هو انتوا المفروض ان انتوا عارفين الكلام ده. ايه تاني يا دكاتره؟ جرام بوزيتيف باسيلاي. ايه تاني يا دكاتره؟ برافو عليكم. والباسيلس انثراسس ممتازين، والبروبوبايونو بكتيريوم برافو عليكم. السته جرام بوزيتيف، اما الجرام نيجاتيف كانوا عندنا اللي هم الانتيرو بكتريسيا والسودومونس والباستيوريلا مالتوسيدا برافو عليكم. اما اللي ما تصبغش بالجرام اصلا، ودي كانت زي بكتيريا اسمها مايكوبكتيريوم ليبري اللي بتعمل مرض اسمه ليبروزي اللي هو مرض الجذام. اوكي، لازم بقى حضرتك ان شاء الله في الامتحان تبقى عارف كل بكتيريا، نوع العدوى اللي هي بتعملها، شكل العدوى ايه، عشان خاطر يبقى الموضوع مبسط عليك وانت بتذاكر. فانا عندي الفليكيلايتس، حضراتكم طبعا عارفين التوصيف بتاعه، عندنا كذا بكتيريا عملته، الستاف السودومونس، وكان سميناه في السودومونس هوت تاب فليكيلايتس، الهوت تاب اللي هو بتحدث العدوى بعد الحمام الدافئ يعني. السكين ابسس اللي هي الخراج اللي ممكن يحصل في الجلد، ايذر بقى بويل فرانكل او كربانكل. عادة اللي بيصابوا بهذا النوع من الاصابات الجلديه هم او بيبقوا اكثر عرضه هم مرضى الدايبيديس، مرضى السكري، والمتهمه في الاولى هي الستاف اوريس. اتفضل. الستاف بتنتج الفا توكسين؟ لا، الستاف مش بتنتج الفا توكسين. اللي بتنتج الالفا توكسين هي الكوليستيريوم بيرفرنجس. كوليستيريوم بيرفرنجس. الستاف ابص عليها كده، لو هي بتنتج الفا توكسين قول لي. الاكني فالجاريس، وده مرض مزمن، وده بيبقى عباره عن انسداد في بصيلات الشعر يا اولاد، ومعاها طبعا السبيشس جلاند. سبيشس جلاند اللي هي ايه؟ السبيشس جلاند يا ولاد بتنتج الالفا توكس. طيب ليه بقى؟ واحده واحده بس، واحده. الالفا توكس، ايه الفرق بين الالفا توكسين بتاع الكوليستريديا والالفا توكسين بتاع الاستاف؟ لا، ما تقرا الاثنين، انت بتقول الاثنين بينتجوا الفا توكسين، صح؟ اقرا الفرق ما بين الالفا توكسين ده والالفا توكسين ده. لو ما لقيتش فرق نحلل الموضوع مع بعض. لو لقيت فرق يبقى الموضوع انت حليته. اقرا الفرق ما بين ده وما بين ده، لو قدرت انك تجاوب انت حليت الامر، ما قدرتش انك تجاوب هنحله مع بعض. الاثنين واحد. اقرا الاثنين بيعملوا ايه، لو ما لقيتش اجابه هنحلها مع بعض دلوقتي. اقرا بس الاثنين بيعملوا ايه، خلينا نخلص ده وهبقى معاك. بعد ما عرفنا الاكني فالجاريس يا شباب، لو هنتكلم بعد كده عن الامباتيجو، وعايز حاجة في الامتحان تاخد بالك، لما نحط لك الكيس، لما نحط لك الكيس في الامتحان لازم تبقى عارف ان احنا عندنا بولس ونان بولس امباتيجو. الكيس لما نحطها في الامتحان لازم تفرق ما بين بولس ونان بولس. بولس يعني ايه يا اولاد؟ معاه حبيبه تحتوي على الماء او الفقاعه، بالتبسيط يعني الامور. فانا عندي الحاجات اللي بتبقى نان بولس دي الستريبت بايوجين، اما الحاجات البولس عاده بتبقى ايه؟ الستاف اوريس. السيلولايتس الالتهاب الخلوي بقى، عندنا بكتيريا كتيره جدا بتعمله، اذر بقى ستريبت بايوجين، الستاف، السودومونس،
الانيروب زي طبعا الكلستريديا. الارسبلس اللي هو ايه يا اولاد؟ الارسبلس اللي هو ايه دكاترة؟ الارسبلس اللي هو ايه؟ الحمرة. الحمرة اللي هو انفلاميشن اوف ايه يا اولاد؟ الليمفاتكس. برافو عليكم. انفلاميشن اوف ليمفاتكس هو الارسبلس، التهاب الاوعية الليمفاوية. انتوا في المذاكرة ماشيين كويس؟ واحدة واحدة هنبسط الأمور، واحدة واحدة هنبسط الأمور. واحدة واحدة هنبسط الأمور. طبعًا السكارلت فيفر اللي هي الحمى القرمزية، وحضراتكم طبعًا عارفين اللي بيعملها ستريبت بايوجين، طبعًا بيبقى ساند بيبر لايك راش، دي العلامة اللي بتميزه، أوعى تنساها. أوعى تنساها. أوعى تنساها ساند بيبر لايك راش. طبعًا نيكروتايزنج فاشيايتس أو مايونيكروسس، مرض تآكل اللحم، وده عملته الستريبت بايوجين. التوكسين ميدييتد سيندروم. ضيف عليهم اي حاجه، انا ما عنديش مشكله لو ضفت اي حاجه عليهم، ما فيش مشكله. الثوابت اللي احنا حطيناها النهارده ما ينفعش تنسوه، مهمين جدا دول عشان الكلينيكال كيس. التوكسين ميدييتد عندنا السكيلد سكين سيندروم اللي هو مرض تحرشه في الجلد، ودي عملته طبعا ستاف اوريس، طبعا بيبقى معاها بولي فازيكال سكين ديسكوميشن، الجلد بيتقشر زي ما حضراتكم عارفين. التوكسيك شوك سيندروم، المرض ده، المرض ده بيحدث في ثلاث حالات عشان نتفق مع بعض. التوكسيك شوك سيندروم بتعمله او بيعمله اثنين بكتيريا مشهورين جدا، ستاف اوريس والستريبت بايوجين. مرض الصدمه السميه او الصدمه القاتله او الصدمه المميته هو عباره عن سم انتجته البكتيريا. السم ده بيوقف عضوين بس عن العمل، قلب وكلى بس، بقيه جسمك شغال. طيب لو فرضنا بقى ايه الاسباب اللي هتؤدي الى حدوث هذا المرض، اما الهايلي ابزوربابل تامبون، لو انا بتكلم على امراه او انثى اثناء فتره الحيض، او راجل عنده سيفير وند في دم كتير. اول حاجه الثالثه عندنا حد حاطط نيزل باك. حد حاطط نيزل باك، يعني ايه حد حاطط نيزل باك؟ كتير مننا عندنا في فكره مش صحيحه علميا. لو احنا فرضنا جدلا، اتفضل، لو احنا فرضنا جدلا ان في حد عندنا اتخبط في انفه مثلا، او في وتيفر، في خناقه، في بوكس، في اي حاجه، فبتلاقينا عندنا بنعمل حاجه غريبه جدا، رجع راسك لورا واقفلها. علميا ده ملوش علاقه، علميا ده مش العلم اطلاقا. احنا كده بنتكلم عن حد له علاقه بالصرف الصحي، نجار، سباك، لكن ده مش طبيب. ان كلمه رجع راسك لورا ده مش صح خالص خالص خالص. الطبيعي ان انت تبقى شان تو ترانك لايك ذيس وان، بنعمل راسنا بالمنظر ده كده يا اولاد، ومش من الطبيعي ان انت تقفلها بتيشو، يعني ده مش صح برضو خالص. سيبها تنزف، لان ده ان انت اتركت او تركت الدم في المكان ده، والمكان ده طبيعي ان هو فيه الاستاف، وفرت البيئه المناسبه، لان الاستاف والستريبت الاثنين بكتيريا دول بيحبوا الدم يا اولاد. الاستاف والستريبت الاثنين دول من ضمن مغذياتهم الرئيسيه او الاساسيه عندنا هو الايه؟ الدم. الاماكن اللي بيبقى مشهور جدا فيها الدم وبوفره، اما انثى اثناء فتره الحيض وتوفرت توفر للبكتيريا البيئه المناسبه للنمو، او مع اي ديب ووند، ووند كبير في دم كتير، او مع واحد بينزف دم كتير من انفه. فابدا ما ترجعش راس العيان لورا، ده غلط جدا، وابدا ما تقفلهاش بباك، مش صح خالص. سيب العيان ينزف، الاستخدام الطبيعي او الصحيح او العلمي، لو احنا بنتكلم لاطباء بشريين، بنجيب يا اولاد الكولد فومت، فوط بارده كده، وبتتحط على الانف. انتوا عارفين طبعا ان البروده كافيه ان هي تعمل لنا فازو كونستريكشن، صح، انقباض للاوعيه الدمويه. وبعد كده احط هوت فومت، فوط دافئه، عشان لو في اي حاجات نشفت جوه ان هي تبقى ديستشارج، نزلت مع العيان. بنشوف الكلام ده مع عينين بياخدوا ادويه السيوله ويكون عنده ضغط عالي، بنشوف الكلام ده مع بعض العيانين اللي هو عندهم بعض الامراض، ضعف الشعيرات الدمويه، مرضى السكيرفي،
اللي هو نقص فيتامين سي عندهم، كل الكلام ده انت الغيه خالص بالكلام اللي انا بقوله. لكن never ever to pack the nose، عشان انت كده وفرت البيئه لاثنين من البكتيريا. اشارها الاستاف، هتنتج السم ولا لا؟ لو وفرنا الدم تنتج السم ولا لا؟ السم قلنا بيعمل ايه؟ السم اللي هو توكسيك شوك سندروم توكسين بيعمل ايه يا دكاتره؟ يوقف قلب وكلى، مالتي اورجن فيلر، والعيان بعد كده بيودع الحياه. ففي الكلينيكال كيس، في الكلينيكال كيس انا ذكرت لك بقى ان منستريتنج فيميل، ذكرت لك عملنا نيزل باك لحد بينزف من انفه، او مع اي ووند الكلام ده لازم يتخاف منه عشان مرض اسمه مين اللي عمله؟ ستاف اوريس و ستريبتوبايجي. نعم؟ انت قصدك السم اللي بتنتجه الستاف والستريب ده حاجه وده حاجه، لكن السمين في الاخر بيؤدوا لنفس المرض. الكوتينيوس ديفتيري زي ما حضراتكم عارفين طبعا دي بتعملها الكوريني بكتيريوم ديفتيري. دكتور اماني هتجي لكم بعد 10 دقائق كده، هتراجع معاكم شويه حاجات وهتعرض عليكم شويه اسئله عشان تسهل عليكم الموضوع. نعم؟ دكتور اماني جاي لكم دلوقتي. دكتورة أماني جاية لكم دلوقتي. نعم يا فندم؟ ام اس كي، انا بكلمك عن البكتيريا بشكل المرض مين المسبب ليه. نعم؟ لما تيجي دكتورة أماني اسألوه على الكلام ده. الليبروزي اللي هو مرض الجذام، وده مرض مزمن وعملته طبعا المايكوبكتيريوم ليبري. السيستميك بكتيريا الانفكشن يا اولاد وبتعمل راش. باشمهندس اتفضل سعادتك بره بعد اذنك. لا اتفضل سعادتك بره. انت بتتكلم في الموبايل في المحاضره؟ اتفضل سعادتك اتفضل. لو احنا بنتكلم على السيستميك بكتيريال ديزيز وذا راش، الامراض العامه يا اولاد اللي بيبقى معاها ملازم ليها طفح جلدي، الثلاثه دول اوعى تنساهم. اللي هم بقى السكارلت فيفر والتوكسيك شوك سندروم وسكيلد سكين سندروم. الثلاثه دي امراض عامه بيبقى مصاحب ليها طفح جلدي. انا هكلم دكتوره اماني عشان تتحرك تيجي لحضراتكم دلوقتي، عشان انا عارف ان وقتكم ضيق وانتوا مشاغلكم كتير. يعني الحاجات اللي بالاصفر دي انا مش عايزها خالص. طبعا هنا في الكلام اللي احنا قلناه، لو تفتكروا حضراتكم معايا كده، لو احنا بنتكلم عن الانيمال بايت او الكات دوج، ده مرض مين اللي بيعمله؟ الدكتور انا خلص. يا فندم، وعشان دايما نتفق مع بعض كده، الفطريات دايما بتحب الاماكن الرطبه وثواني الجلد سيئه التهويه، سوري في الكلمه. ساعات في بعض الافراد بنقابلهم في حياتنا لما بيقلع الجزمه بتاعته اكنه فتح باكابورت او ريحه جثه معفنه بقى لها 3 ايام. شميتوها الريحه دي؟ شميتوها ولا لا؟ طيب، في بعضنا بيعاني من اصابات فطريه جلديه ما بين اصابع القدم او ما بين اصابع اليد او تحت الابط او تحت ثدي بعض النساء، اشترطنا الاصابات الفطريه باماكن لا تتعرض عاده للشمس، سيئه التهويه، وعاده بيكون فيها نوع من انواع الرطوبه العاليه شويه. يعني سوري في الكلمه، سعادتك لابس الجزمه بتاعتك 10 ساعات 12 ساعة ما بتغسلش رجلك حتى لما بتروح البيت، تلبس الشراب على رجل مبلولة، كل الأماكن دي أو كل الطرق دي أنت وفرت بيئة مناسبة للنمو الإيه يا أولاد؟ الفطر.
القدم الجيدة التهوية هي قدم لن تصاب بهذا النوع من الفطريات. تعالى نشوف الكلام بتاعنا تفصيليا كده. Dermatophytes are filaments زي ما حضراتكم شايفينها كده بتتشعب on a superficial keratinized tissue، لا تصيب إلا سطح ذوات الكيراتين. الحاجات اللي فيها كيراتين عندنا زي ما ذكرنا skin وهير ونيل الأظافر. فلاقينا ليها ثلاث مسميات تراكيوفايتون، ودي عادة بتصيب الثلاث أماكن skin وهير ونيل. المايكروسبوريوم بتصيب السكن والهير، ملهاش علاقة بالنيل، لا تصيب الأظافر. والإبيدرموفايتون دي لا تصيب الشعر. فاحنا عندنا ثلاث مسميات لذوات الألياف، كل واحدة منهم اتسمت بناء على قدرتها على إحداث العدوى فين. إما هيصيب الثلاثة سكن وهير ونيل، يا إما هتصيب سكن وهير، يا إما هتصيب سكن ونيل. في كلهم اللي اشتركة سكن، كله بعضهم أصاب الأظافر وبعضهم أصاب الشعر. ده الأشكال بتاعتنا اللي احنا بنحكي عنها. يعني تعالوا نتكلم على الأمراض كده سريعا. عندنا الثلاث أنواع من الدرماتوفايت، إما كلهم اشتركوا مع بعض في إن هم بيصيبوا الجلد، بعضهم بيصيب الجلد والنيل، بعضهم بيصيب الجلد والهير. Okay. وكلهم فلامنتس وكلهم درماتوفايت. اوكي okay. فطريات جلديه. دي طبعا التينيا كوربوروس يا اولاد، وهي كلمه كوربوروس باللاتيني معناها بادي. كلمه كوربور باللاتيني معناها الجسد الادمي او الجسد البشري. طبعا بتاخد الاماكن اللي ما فيهاش شعر عاده، زي ما حضراتكم شايفين واخده الترانك هنا عباره عن سيركولار باتش، بقع حمراء بتاخد المنظر ده كده. الاماكن دي مشروطة ان ما يبقاش فيها هير، ما يبقاش فيها شعر. ودي سميناها تينيا كوربوروس زي ما اتفقنا. التينيا بيدس اللي هي طبعا بتاعت بيدي باللاتيني معناها القدم، دي زي ما حضراتكم شايفين كده بتاخد التوب اللي هي بطن القدم عادة، المنبت بتاع الاصبع بتاع القدم زي ما انتم شايفين كده. معرفش الصور باينه ولا نضلم ازيد. باينه، لو نضلم ممكن نضلم زياده عشان يبقى بس الصوره. يعني صور الامراض دي لازم تبقوا حضراتكم عارفينها كويس. يعني دي التينيا بيدس اللي هي بتصيب القدم زي ما قلت لكم، بتبقى من ضمن الحاجات المسؤوله مسؤوليه كامله عن الرائحه اللي مش طيبه عاده. يعني متهيألي كده رائع صح؟ كده باينه جدا. ادي الاصابع القدم والتينيا واخده الباطن بالمنظر ده، بتاخد ممكن الاظافر زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده كده. دي تينيا كابيتس، كلمه كابيتس باللاتيني معناها الهاج، معناها الراس. وزي ما انتم شايفين الراس بيبقى فيها شباب نون هيري اريا اوف ذا سكالب، اماكن فقد فيها الشعر. سيركلر باتشز بروكن هير، الشعر دايما بيبقى متكسر. هي السبب في ازاله الشعر ولا هو الشعر في المكان؟ لا، هي السبب في ازاله الشعر، يعني بتؤدي الى تدمير ال مش كلها. احنا اول واحده عندنا لما قلنا على الكوربوروس دي اماكن ما فيهاش شعر، اشترطنا هنا نون هيري سموث سكين تمام. لكن لما اتكلمنا هنا قلنا ده التوب والنيل، ده حاجه ثانيه خالص، دي التينيا بيدس. والتالتة دي اللي هي السكالب هير، دي بتصيب الشعر، تخلي بصيلات الشعر نفسها. تصيب الثلاثة مع بعض في نفس الوقت؟ نعم. تصيب الشعر والسكين. سوري في الكلمة، هيبقى حد يعني لا، وهو كمان يبقى يعني. دي طبعا التينيا باربي، دي بتاخد الأماكن اللي فيها شعر الدقن يا أولاد، البيرد هير، بتبقى انتفاخات بالمنظر ده كده وبيبقى لونها أحمر. دي عادة بتاخد الجروين ريجن، ده الباتوكس بتاع العيان، منطقتين حمر بتبقى فيري لونج باتش كبيرة جدا. تينيا كروريس، كروريس باللاتيني معناها القدم عادة، من منذ المنشأ بقى للآخر خالص عندنا، كل ثواني الجلد أو كل ما له علاقة بالسكين فولد هي تستطيع إحداث العدوى فيه. تينيا كروريس. تينيا انجم او الانكومايكوسس، دي عاده بتاخد النيل الاظافر.
بتلاقي الضفر نفسه بيتخن يا اولاد ويفقد لمعته، بيبقى لستلس، بيبقى ضفر زي ما يكون كيراتين ميت، نسيج ميت زي ما حضراتكم شايفين النيل ده كده. كل التين يا اولاد معدية، لو احنا وفرنا لها شروط الحياة، احنا اشترطنا ان التينيا كلها شروط الحياة بتاعتها عدم طبعا الرعاية الشخصية الجيدة، يعني انا اسف اللي انا اقوله، يعني في ناس ممكن يستحمى مرة في الشهر ده يستحمى اوكي، وناس اصلا ولا بيشوفوا حلهم ولا بيفحصوا نفسهم ولا يعني الجزمة ما فيش مانع اطلاق ان هو يلبسها وينام بيها ويصحى بيها وينزل بيها، وما فيش مانع ان الشراب يبقى هو هو لمدة اسبوعين ثلاثة، كل الحاجات دي بتبقى حاجات مش كويسه خالص يعني. وعشان كده حتى في ديننا يا اولاد في دين الاسلام يعني لما حد بيحب يتوضى الوضوء بيكون المسح على اعلى الخف، صح؟ صح؟ ليه بقى على اعلى الخف دي؟ حتى انت عشان ما توفرش بيئه لنمو الفطر. على اعلى الخف يعني على جزمتك من فوق او ممكن تكون على شرابك السميك وتكون مسحه واحده الاتجاه في أصل ديننا كمان، أنت كده ما وفرتش البيئة، صح؟ لكن في ناس بقى الله أكبر يحط على الشراب المية ويغسل رجله ويلبس الشراب على قدم مبللة، كده البيئة أخبارها إيه؟ توفرت الفطر ينمو ولا لأ؟ تلاقي يومين كده جزمته بدأت تطلع الريحة، وبعد يومين ثلاثة تانيين رجله بقت ميتة تقريبا، او ريح الجثة او ريح بلاعة مفتوحة، كل الكلام ده لان انت وفرت البيئة المناسبة لنمو الايه يا اولاد؟ الفطر. تشخيص المعملي للتينيا انفكشن زي ما ذكرناه من شوية هو نفس الكلام بتاع التشخيص المعملي، عينة صبغناها زرعناها، قلنا المزرعة دايما هنا مزرعة اسمها ايه يا اولاد؟ صبغوا. اسم المزرعة ايه يا اولاد؟ سبق، هي نفس القواعد احنا مش هنغير فيها حاجه. اذا بقى انت هتبص عليها اندر الترا فايلوت رايز او بتستخدم الاي اف وات ايفر انت بتستخدم ايه، الكالتشر اتفقنا عليها اللي هي السبق العلاج. عندنا علاج موضعي لوكال، والعلاج الموضعي عندنا عاده هيكون كريمات. الكريم المشهور عندنا جدا مشهور في بلادنا اللي هو النيزورال، في منه صابون وفي منه كريم، وهو طبيعته ان هو مايكو كانزول. البريفنشن كيبينج سكين دراي، خلي الجلد جاف خصوصا في الاماكن الايه يا اولاد؟ التي لا تتعرض للشمس وهي ثواني الجلد. ثواني الجلد، ثواني الجلد ما بين الفخذين، ما تحت الابطين، ما تحت ثدي الانثى، الاماكن اللي هي لا ترى الشمس عاده والاماكن دي بتبقى رطبة، لازم الأماكن دي تبقى ناشفة. طيب عريت النهاردة والكلام ده كله، طبيعي إن أنا أروح أعمل إيه؟ استحمى. أروح أعمل إيه؟ استحمى. ليه تروح تستحمى؟ لو عندكم مشكلة اللي جاي يتكلم يتفضل، يعني مش عايز أبص لحد وأقول له اطلع، فأنت من نفسك كده بتتكلم اطلع لوحدك عشان ما تردش حد، من نفسك. فاحنا طبيعي ان انت تروح عرقت في يوم صيف في جو مش كويس الكلام ده كله، طبيعي انك تروح تستحمى عشان لا تسمح بتوفير البيئه لنمو الايه؟ الفطر. تينيا فيرسي كولر عندنا اسمها او المسبب بتاعها المشهور جدا هو ملاسيزيا فارفر، اسمها حلو. اسمها ايه بقى؟ ملاسيزيا فارفر. اسمها ايه؟ ملاسيزيا فارفر. ودي طبعا بتبقى اماكن هايبو بيجمنتد، بيبقى اماكن الجلد فيها بيفقد الصبغه الرئيسيه بتاعته، تبقى هايبو بيجمنتد لايك وات يو سي، تبقى ساعات سكيلينج بتحس ان الجلد زي ما يكون يعني نشف او تخن سمكه شويه، ودي عاده بتبقى بتحدث في الوقت الحار، ان هوت يومايد ويذر، وقت الحار والرطوبه العاليه اللي هم في شهر ايه يا اولاد؟ 7 و8 عاده. يعرق، يروح البيت، يقعد في التكييف، اخبار العرق ايه؟ نشف، صح؟ ويكمل الكلام كل يوم، تحس ان هو بقى يعني انا اسف الكلمه يعني هنا فقد الرعايه الشخصيه خالص اطلاقا، وده مش صح ومش سليم، ما تسيبش العرق ينشف على جسمك خصوصا في ثواني الجلد، ما توفرش البيئه للفطر وبعد كده ترجع تندم على ان انت اصبت بهذا المرض. دايجنوز نفس الكلام اللي احنا ذكرناه،
والعلاج بنفس الدواء اللي احنا ذكرناه برضو اللي هو المايكوكانزول، العلاج المختار عندنا في كل ما وصف الحديث عنه. الكلام اللي انا قلته اللي هو علم المايكولوجي، لو احنا هنعمل راب اب سريع كده، احنا دايما كنا بنخاف من الفطريات في ايه؟ في السبور بتاعتها. بنخاف من السبور بتاعت الفطر ليه؟ سهل جدا ان هو ينتشر من خلال ايه يا اولاد؟ الهواء. فلما سهل جدا ان هو ينتشر من خلال الهواء فهو مسؤول عن احداث امراض الايه؟ الصدر. وعشان كده كنا لما تحدثنا عنها شفناها ان هي بتعمل لنا حاجه في غايه الاهميه اللي هي الالرجي، الحساسيه. وكان اشهر انواع الحساسيه اللي ممكن يصاب بها المريض هي البرونك الاسما الربو الشعبي. شفنا خوفنا من الفطريات في حالات تناول الاغذيه التي تحتوي على سمها ان هي عملت لنا مرض خطير اللي هو سميناه تليف الكبد وسرطان الكبد. شفنا برضو ان هي ممكن تعمل لنا مايكوسس، اصابه فطريه سطحيه او ما تحت سطح الجلد. ساعات ممكن تبقى سيستميك، اصابه فطريه عامه، ده لو فرضنا ان احنا وفرنا لها البيئه المناسبه اللي احنا اشترطنا فيها المكان يكون لا يتعرض الى الشمس، والمكان ده يكون فيه ثواني الجلد وتكون الرطوبه في المكان عاليه. اتفقنا ان الفطريات لها اشكال مختلفه، عرفناها صح؟ ايه بقى؟ فلامنتس، ييست، دايمورفيك. دايمورفيك يعني ثنائيه الشكل. اتفقنا ان الفطريات عملت لنا مجموعه من الامراض تحت عنوان مهم جدا ما يدعى بكلمه درماتو فايتس. يعني ايه درماتو فايت؟ درماتو يعني ايه يا اولاد؟ الفطريات الجلديه. قلنا ان هي كلها فيلامنتس فونجاي. يعني ايه فيلامنتس؟ يعني سهل ان هي تتشعب متشعبه. اتفقنا ان احنا عندنا ليها كذا مكان، فذكرنا هنا تينيا كوربورس، وقلنا كوربورس يعني بادي، هنا بتصيب اماكن ما فيهاش هير، نون هيري. اتكلمنا بعد كده عن التينيا بيدس، من اسمها كده هتصيب ايه؟ قدم. ها بيدس باللاتيني معناها قدم، واحد رجله معفنه، ها ما بيغسلش رجله، شرابه هو هو. لا مساء الخير، رب كلكم تبقوا بخير كده وصحة وسعادة. احنا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي هيبقى بداية الامتحانات بتاعتنا. انا اتشرفت ان انا اكون معاكم النهاردة. This is the first time to meet everyone of you. ان شاء الله تبقى محاضرة سهلة وبسيطة كده. انا اخوكم الكبير دكتور محمود الانصاري. انا قابلت الدفعة بتاعتكم يوم الثلاثاء بس ما قابلتكوش Sunday، فدي اول مرة اقابلكم فيها. احنا النهاردة هنتكلم عن علم جديد خالص عندنا اللي هو علم المايكولوجي. وزي ما تعودنا كده او اتفقنا مع بعض قبل كده، اي جملة او اي كلمة لازم نقولها او نذكر الكلمة دي لازم نبقى فاهمين التسمية جت منين. كلمة مايكو اللي في الاول دي عندنا معناها فانجاي، وولوجي معناها ساينس. فلما نقول كلمة مايكولوجي معناها علم دراسة الفطريات، study of fungi، ده العلم اللي احنا هنبدأ بيه كلامنا. زي ما حضراتكم طبعا عارفين ان احنا في فرق كبير جدا ما بين البكتيريا والفانجاي، وكان الكلام ده تحت عنوانين متفرقتين قبل كده كنا تحدثنا عنهم اللي هو الفرق ما بين الايوكاريوتس والبروكاريوتس. فعندنا الفنجاي العلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده ده ايو ولا برو؟ ايوكاريوت، ده المعلومه اللي احنا بناكد عليها. الفرق ما بين الفنجال سيل والهيومن سيل، لو حد يفتكر معايا وضع طبيعي زي ما كنا بنتكلم ان الفرق ما بين البكتيريال سيل والهيومن سيل ان البكتيريا سيل فيري ايزي تو بي ديسترويد او ديستركتد او تبقى تارجتد باي يوزنج انتي مايكروبيال او انتي بكتيريال او انتي بايوتكس. نفس الكلام الخلايا بتاعه الفطريات سهل ان هي تبقى تارجتد بال انتي فانجال دراجز بمضادات الفطريات. ليه؟ لان هي بتحتوي على جدارها او في جدارها على ما يدعى بكلمه ارجوستيرول، دي الماده اللي بتكون الجدار الفطري. دي ماده مش موجوده عندنا في الخلايا الآدمية. الجدول ده هو جدول عدى علينا زمان، الفرق بين البكتيريا والفنجاي أو البروكاريوتس والأيوكاريوتس، هو نفس الجدول اللي اتعاد علينا تاني بس بعض الإضافات ضيفت عليه. الإضافات اللي ضيفت عليه عندنا هو طبعا ما له علاقة بالسيل وول، ما له علاقة بالسيل ممبرين،
temperature of growth, الاكسجين ريكويرمنت والسبورنج، الاربع نقاط الاخيره دول، لان حضراتكم ما ذكر في الثلاث نقاط الاولى حضراتكم طبعا عارفينهم. لو بنتكلم عن السيل وول حضراتكم طبعا عارفين البكتيريا عندها ماده ثابته سترينثنج كومبوننت يدعى بيبتيدوجلايكان. البيبتيدوجلايكان ده عباره عن ايه يا اولاد؟ ان استيل جلوكوزامين وان استيل ميرامك اسيد كونكتد توجذر باي تترا بيبتايد، القواعد الرباعيه. الماده دي طبعا مش موجوده عندنا هنا، الماده اللي موجوده هنا هو الكاتن او التشاتن، النطقين صحيحين عندنا، هو عباره عن ان استيل جلوكوزامين اللي هو حضراتكم طبعا درستوه في البايوكيمستري، عارفين الفرق ما بين ده وما بين ده. السيل ميمبرين في الفانجاي عندنا هو مكون من ماده ثابته عندنا هي الارجوستيرول، دي ماده بتميز الخلايا الفطريه، الماده دي مش موجوده في الخلايا الادميه برضو، مش موجوده خالص الا غير في بعض الخلايا عندنا في البكتيريا اللي هي زي المايكوبلازما. الاثنين بيحبوا درجه حراره 37، ودي كنا بنسميها في البكتيريا اللي هي ميزوفيليك. الفطر برضو بيحب الميزوفيليك اللي هم بيحبوا درجات الحراره ما بين 20 و 40. الاكسجين ريكويرمنت، الفطر لا يحيا الا ايروبيك. يعني ايه لا يحيا الا ايروبيك يا اولاد؟ يعني لازم هواء عشان تعيش، لكن الفطر، لكن البكتيريا عندنا شفناها في اربع صور لو تفتكروها معايا، اللي هي ايروبيك وان ايروبيك فيكاليتيف ومايكرو ايروفيليك. البكتيريا كانت بتعيش في اربع صور، لكن الفطر ما بنشوفوش، ما يقدرش يعيش معانا الا ان ذا ايروبيك فورم اللي هو في الصوره الهوائيه، لازم اكسجين عشان يعيش ويتكاثر. وات اباوت ذا سبور، التحوصل او التجرثم في الفنجاي هو احد وسائل التكاثر، هو احد وسائل التكاثر. لو انا بتكلم عن الفطر بيعمل السبور ليه، هي احد وسائل التكاثر، لكن في البكتيريا كانت بتعمل السبور دي عشان تحميها من الانفيفربل انفيرمنتال كونديشن، الظروف البيئيه الغير ملائمه للحياه. الجدول ده في غايه الاهميه، وهو جدول اعيد او سبق ذكره قبل كده، اللي هو كان الفرق بين الايوكاريوتس و البروكاريوتس. طيب الفطريات الناتشرال هابيتات بتاعتها ايه؟ ايه هي طبيعه حياتها، علاقتنا بيها وعلاقتها بينا؟ بتكون في الصور لكلمات برضو عدت علينا قبل كده، ايذر بقى السابروفايت، وات داز ات مين؟ السابروفايت يعني مترممه، عايشه فين؟ في السويل اند ورا موستلي. قد تكون كومانسل، وات داز ات مين؟ متعايشه، دي عايشة معانا عادي خالص ما فيش معاها مشاكل، إلا إذا الكومنسل مش بنخاف منها، إلا إذا اتغير مكانها، مناعة قلت، immune compromisation، أخذنا أنتي ميكروبيا لفترة زمنية طويلة، أو عدم تناول المضادات الحيوية في صورة مثالية، أو عدم تطبيق الأنتي ميكروبيال ستيوردشيب، كلها مسميات لنفس الأصل أو لنفس المعنى. فكان الكومنسل قد يتحول إلى ما يدعى بكلمة opportunosis أو opportunistic لو فاكرينه معايا، اللي هي الانتهازية، انتهزت الثلاث صور اللي حضراتكم تفضلتوا وقلتوها. لكن عندنا فصيل من الفطريات بيدعى بكلمة pathogenic، كلمة pathogenic إن هو could infect the healthy individual، يستطيع إصابة أو إحداث المرض للشخص الصحيح أو الشخص السليم. صح يا دكاترة؟ دي الصور اللي احنا دايما ذكرناها أو حكينا عنها. طيب علاقتنا بالفطر زي ما ذكرناها كده في صورة من الصور السالفة الذكر، هنتكلم دلوقتي عن الشكل أو التوصيف أو التصنيف الفطري. عندنا هيبقى أول حاجة فيلمنتس، ذوات الألياف، قد تكون عندنا ييست، خميرة، وقد تكون عندنا دايمورفيك يعني ثنائية الشكل. ثلاث صور لعلاقتنا بالفطر أو الفطر في تصنيفه وتوصيفه، أخد صورة حاجة من ثلاثة، إما ذوات الألياف أو الخمائر ييست أو دايمورفيك اللي هي ثنائية الشكل، زي ما حضراتكم شايفين بالمنظر ده عندنا. إيذر بقى هيكون فيلمنتس، إتس لايك ذيس وان، ذوات الألياف، قد يكون ييست، خميرة، إتس لايك ذيس وان، قد يكون دايمورفيك ثنائية الشكل، تحمل الشكل ده أو الشكل ده. طيب الفيلمنت زي ما حضراتكم شايفينها بالمنظر اللي فوق ده، هي بيتفرع او بتتفرع او بيتفرع الفطر نفسه الى الياف كتيره زي ما شايفينها كده بالمنظر اللي فوق. It's like a mold
او بيدعى او بتدعى لما تقسم او تفصل الى ما يدعى بكلمه هايفي، مش هايفا يا اولاد، يدعى بكلمه ايه؟ هايفي او مولد مش هايفا. طبعا الهايفي دي لما بتتفصل ما بينها وما بين بعضها بتعمل عندنا ماس، مجموعه كبيره جدا من الهايفي دي بيبقى اسمها مايسيليوم، تجمعات من هذه الالياف. ساعات بتبقى سب ديفايدد او بتتفصل الهايفي دي نفسها بسبتة، وساعات بتبقى نون سبتيتد، يعني when we talk about this one مثلا بالمنظر ده كده، هي عندنا منها ما هو تشعب مباشره، الاصل بتاعه اكتمل الشكل بتاعه، وبعضها قد يكتمل التفرع بتاعه زي صوره الشجره بالظبط. يعني الكلام بتاع التوصيف الشكل ده ما يهمناش قوي، احنا يهمنا بس ان احنا بقى عارفين ان هي الاشكال الثلاثيه. اليست طبعا الخميره عندنا احنا شفناها في البراكتيكال في المعمل، اللي هي اسمها الكانديدا، صح؟ شفتوا الكانديدا كان لونها ايه؟ جرام بوزيتيف اوفل او راوندد بودينج ييست سيل، بتتبرعم او لها تبرعمات. شفتوا الكانديدا صح؟ شفتوا الكانديدا في المعمل يا شباب صح؟ الدايمورفيك اللي هي ثنائيه الشكل بقى، قد تكون الهايفي او قد تكون الييست، بتعتمد على تغيير الشكل بتاعها بناء على تغيير درجه الحراره. فبنشوفها في الصوره بتاعه الهايفي اللي هي سبتيت تقريبا او عاده، وده بتبقى في درجه الحراره ال 25 الهايفي. اما الييست فورم دي لما بتوصل درجه الحراره جوه جسم حضرتك الى 37، او هي تستطيع الحياه فقط داخل جسم الانسان اللي هي عند درجه حراره 37، درجة الحرارة بتاعت الجسد الآدمي. الفانجل سبور زي ما اتفقنا أو ذكرنا من شوية أن التحوصل أو التجرثم الفطري هي أحد وسائل التكاثر. التجرثم أو التحوصل الفطري هي أحد وسائل التكاثر. ده مش زي البكتيريا، كنا قلنا عليها في البكتيريا السبور دي بتلجأ إلى فعلها إمتى يا أولاد؟ في الان فيفربل انفيرمنتال كونديشن، لكن السبور هنا هي احد وسائل التكاثر الغير جنسي او اسكشوال ريبرودكشن. طيب احنا ايه مشكلتنا مع السبور بقى؟ الفانجل سبور ايه مشكلتنا معاها؟ حجمها صغير جدا، فيري ايزي تو بي ترانسميتد، سهل جدا ان هي تنتقل يا شباب، شويه تراب، شويه هواء، شويه عفره، اي حاجه من الكلام ده كله. التحوصل الفطري او التجرثم الفطري ده قد ينتقل من التربه مع الهواء والكلام ده كله. بعضنا قد يستنشقه فيؤدي الى مشاكل الجهاز التنفسي، ودي مشكله اساسيه بتقابلنا كتير جدا في علوم الطب، كتير 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 كتير. هتعمل لنا امراض الحساسيه الصدريه او الربو الشعبي، معرفش سمعتوا عنها ولا لا قبل كده. انا هذكرها بعد شويه. فاحنا الفانجل سبور زي ما بنتكلم كده مايكروسكوبيكال بايولوجيكال بارتكل، جزيئات بيولوجيه حيه صغيره جدا، بروموت فانجل سبريد، بتسهل جدا او بسهوله جدا بتساعد على انتشارها ايذر بقى اير بورن من خلال الهواء. فعشان كده بتعمل لنا ريسبيراتوري إلنس اللي هو امراض الجهاز التنفسي. They use in the lab to identify fungal species، بنتعرف من خلال شكل السبور دي على الفصائل المختلفه من الفطر. ودي ما تنساهاش، ودي ما تنساش، التحوصل الفطري او التجرثم الفطري اهميته او خطورته في سهوله انتشاره الهوائي. Very easy to be transmitted by air. فبحكم ان هو سهل ينتقل من خلال الهواء، يبقى مع اي هواء يحمل هذه السبور اي بني ادم يستنشقها هتعمل له امراض الجهاز التنفسي. اوكي؟ فمشكلتنا مع التحوصل او التجرثم الفطري ايه يا دكاتره؟ سهوله انتشاره من خلال الايه؟ الهواء، فهيعمل لنا امراض الايه يا اولاد؟ جهاز تنفس. اتفضل. هي احد وسائل التكاثر في الفطر، مش زي البكتيريا. الصوره الحيه من الفطر. الفانجل ديزيزز او الامراض الفطريه عندنا هنعددهم مع بعض. اول حاجه عندنا المايكوسيس، الاصابه الفطريه الجلديه او الاصابه الفطريه الانتهازيه، is an opportunistic type of infection. Disease caused by infection with a fungus that may cause superficial سطحيه cutaneous جلديه او subcutaneous sometimes، طبعا تبقى systemic. systemic يعني ايه يا اولاد؟ عامه، دي في الجسد كله.
امتى تبقى اصابه فطريه في الجسد كله بقى؟ واحد مناعته ضايعه خالص، او واحد اوريدي ما اتعالجش، يعني كانت عنده الاصابه موضعيه في مكان ما وترك ولم يعالج، وفضل الموضوع يبروجريس، العيان ما بياخدش علاج، العيان ما راحش لطبيب، العدوى انتشرت اخذت ليس فقط الانسجه السطحيه لكن ما تحت الانسجه السطحيه وصولا للدم وصولا الى انسجه الجسم ككل. This is the first one mycosis، واحنا بنسميها opportunistic disease. ليه opportunistic؟ عشان اشترطت بضعف المناعه او تغيير مكان. الرجي الحساسيه، وزي ما ذكرنا من شويه ان اي حد ينسباير الفانجل سبور بتعمل له المرض نفسه، واتهمت اتهام مباشر في البرونكيال اسما. البرونكيال اسما اللي هو ايه يا اولاد؟ الربو الشعبي او الازمه الصدريه. طبعا مسؤوليه او متهمه في التهاب جيوب الانفيه للساينوسايتس. المايكوتوكسيكوسس، وده مشكله كبيره جدا بتقابلنا مع الحبوب. لو قرينا الكلام مع بعض، some fungi produce poisons، سموم called mycotoxin او aflatoxin. معرفش حضراتكم المفروض كنا الطبيعي درسنا الكلام ده في البيولوجي واحنا في ثانوي يعني، بس سريعا هنقول الكلام ده تاني. Mycotoxicosis is a food poisoning caused by ingestion of food containing sufficient quantity of mycotoxin. تناول الاكل اللي بيحتوي على السم الفطري. السم الفطري ده مشكلتنا الاساسيه معايا يا شباب، بيجي مع سوء تخزين الحبوب. الفول، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، اي حاجه من الحبوب دي سوء تخزينها مع عدم التهويه الجيده للمخازن، هي بيئه مناسبه او رائعه جدا لنمو هذا الفطر، لا لنمو الفطر وانتاج السم او السم بتاعه. السم ده مشكله كبيره جدا ان هو بيؤدي الى التليف الكبدي وحدوث سرطان الكبد. سرطان الكبد اصل سرطان الكبد المتهم ياتي فيه هو السم الفطري، لان الفطر بيحب الحبوب مع سوء التخزين بتاعها بيؤدي الى انتاج هذا النوع من السموم. البني ادم ياكل الفول، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، ايا ما كان من هذه الحبوب سيئه التخزين بتحتوي على السم الفطري، اكل الاكل عادي خالص بيزود او بيؤدي الى حدوث التليف الكبدي مع حدوث سرطان الكبد. اتفضل يا فندم. بعض التوكسين قد يؤدي الى الدينيتريشن بتاعته مع الحراره، والبعض الاخر لا. تشخيص المعملي للاصابات الفطريه، زي ما حضراتكم دايما عارفين احنا عندنا دايركت ميثود وان دايركت ميثود. دايما كلمه دايركت ميثود يبقى انا بدور على الانتيجين او بندور على المسبب، ودايما كلمه ان دايركت يبقى انا بدور على انتي بادي. لما انا هنا بدور على الانتيجين بدور على الجسم الغريب نفسه، حطينا المرة اللي فاتت أربع قواعد ثابتين لأي تشخيص معملي، اللي هم كانوا إيه؟ لو افتكرناهم مع بعض، عينة نصبغها نزرعها نعمل لها تفاعلات كيميائية بتاعتها. أربع كلمات ثابتين عندنا في أي لاب دايجنوسس، عينة بنصبغها بنزرعها بنعمل لها التفاعلات الكيميائية أو البايوكيميكال رياكشن. ده من العينة هتبقى على حسب مكان الإصابة، فلو واحد عنده إصابة فطرية جلدية غير لما يبقى واحد عنده إصابة فطرية صدرية. فالإصابة الفطرية الصدرية الطبيعي إن أنت هتاخد عينة من البصاق من السبيوتم إتسلف، لكن لو أنا عندي واحد عنده إصابة جلدية سطحية ده بنعمل سكرابينج من الجلد نفسه. الصبغات اللي إحنا بنستخدمها في الإصابات الفطرية صبغات كتيرة، فبنتكلم على أشهرهم أو الأكثر شيوعا الويت فل، وده بنستخدم فيها 10 to 20% KOH. عشان نتفق مع بعض يا شباب، الإصابات الفطرية عادة بتحب الأماكن اللي فيها كيراتين. الأماكن اللي فيها كيراتين عندنا زي الجلد والشعر والضوافر، صح؟ فلما نتكلم دايما إن أنا عندي الفطر بيحب الإصابات أو الأماكن اللي فيها كيراتين، فاستخدامنا للكي أو اتش أصلا كان الهدف منه إن هو تو دايجست ذات كيراتين عشان أقدر أشوف الفطر بذاته. الحاجة التانية استخدمنا الجرام ستيند فيلم، وده عشان نشوف اليست، أشهرها طبعا الكانديدا. السيلفر ستين، الصبغة الفضية. الويت انديا انك، صبغة الحبر الهندي المبللة أو الرطبة. الاي اف اللي هو الاميونوفلوريسنس، كل دي كانت طرق عشان نقدر نشوف الفطر بذاته. ممكن نعمل انتيجين ديتكشن، تدور على الفطر بذاته، تعمل له مزرعة أو تزرع الفطر على
مزرعة خاصة جدا احنا شفناها في البراكتيكال اللي هي السابغو او سابرو. سابغو هي مزرعة الفطريات، هي مش بتاعة بكتيريا، مش زي كلامنا على النيوترنت والبلاد والكلام ده كله. واخيرا البي سي ار اللي هو اختبار البلمرة او البحث عن المادة الوراثية. الطرق التقليدية اللي احنا ذكرناها من شوية انك تبص دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن او تزرعها، تعمل فانجل انجين ديتكشن، نيوكليك اسيد اللي هو كان اختبار البي سي ار، سيرولوجيكال اساي، كل ده الكلام اللي احنا ذكرناه من شويه. العينه زي ما اتفقنا هتبقى منين يا اولاد؟ على حسب مكان الاصابه. عملنا مايكروسكوبيك اكزامينيشن، الكلام اللي احنا شفناه من شويه، قلنا بنستخدم الكي او اتش عشان تو دايجست الكيراتين. ده الشكل المعتاد عندنا لو انا بتكلم على استخدامنا للبوتاسيوم هيدروكسيد بريبريشن عشان الاورال سمير عاده، المسحه اللي بتبقى من الفم. ده الكانديدا اللي حضراتكم شفتوها في البراكتيكال. دي الجرام ستين عندنا عشان نشوف الكريبتوكوكس. بعض الفطر بقى بيستخدم سبيشال ستين او صبغات خاصه بيه زي ما ذكرناهم من شويه، ايذر بقى السيلفر نايتريت او الويت انديا انك او الاي اف. دي كلها اشكال للفطر تحت او باستخدام الصبغات المختلفه. الكالتشر عندنا زي ما قلت لكم كده هي اسمها سابغو دكستروز اجار. المزرعه دي يا شباب كانت مزرعه خاصه جدا بالفطريات لان هي لا ينمى عليها الا الفطر. طب ليه لا ينمى عليها الا الفطر؟ يعني ليه السابغو هي مزرعه لا ينمو عليها الا الفطريات ذوات الالياف او الفلامنتس؟ حقيقه كانت ليها طريقتين او سببين. ان احنا عاده المزرعه دي يا شباب بنحط عليها كلوران فينيكول، وده من ضمن المضادات الحيويه اللي بيقدر يقتل البكتيريا ويبقي على الفطر نامي. يعني المزرعه اللي اسمها السابغو دي مزرعه ليه لا ينمو عليها الا الفطر؟ الفنجاي والبكتيريا ما بيحبوش بعض عاده، الاثنين عادة ما بيحبوش بعض، ده إن وجد فده لغياب ده. لكن لو احنا فضل عندنا الكومنسال بكتيريا موجودين في مكانهم بعددهم بنسبتهم عادة أنت مش هتعاني من إصابة فطرية. تمام؟ أنا ليه بقول لك أو بأكد أو بزيد أو عدت كذا مرة إن السابغو هي مزرعة لا ينمى عليها إلا الفطر يا أولاد؟ عشان احنا بنحط فيها مضادات حيوية بتقتل البكتيريا وتبقي على الفطر او تسمح للفطر للنمو. ما تنسوش دي، ما تنسوش دي. ده طبعا كل الاشكال المختلفة. طبعا الفطر بيبقى نموه ابطأ بكتير جدا من البكتيريا، take some time up to 5 days، خمس ايام. اختبار البي سي ار، الاندايركت ميثود زي ما اتفقنا احنا بندور فيها على الانتي بودي. نيجي نتكلم على الدرمات وفايتس او الفطريات الجلدية سريعا كده قبل ما اخش في الكلام اللي انا ذكرته، اللي احنا هنعمل راب اب سريع. احنا بنتكلم عن علم النهارده يدعى علم الايه يا اولاد؟ الفنجاي. علم الفنجاي ده الجمله بتاعته هو ستادي اوف فنجاي اللي هو علم المايكولوجي. علم الفطريات اللي احنا بدانا حديثنا عنه ده هو احنا بندرس برو ولا ايوكاريوتس؟ ايوكاريوتس. كنا بنقول ان حتى بحكم ان هي ايوكاريوت هي خلايا حقيقيه، لكن لما بنستخدم مضادات للفطريات لا تقتل الا الفطريات ولا تقتل الخلايا الادميه. ليه؟ عشان السيل ممبرين بتاع الادميين مختلف عن تكوين السيل ممبرين بتاع الفنجاي. لما اتكلمنا عن الكلام بتاعنا تفصيليا كنا بنقول ان اي فطر لما بنحب نشخصه بنطبق عليه القواعد العامه للتشخيص الفطري، اللي هي عينه بنصبغها بنزرعها بنعمل لها التفاعلات الكيميائيه بتاعتنا. هنا كان دايما العينه بتاخد منين يا اولاد؟ مكان الاصابه. دايما لما صبغناها عندنا كذا صبغه بحكم ان احنا عندنا كذا شكل او كذا فصيل للفطر، فكان عندنا الفطريات ثلاث اشكال، اما ييست اللي هي الخمائر او فلامنتس او
دايمورفيك ثنائيه الشكل، وثنائيه الشكل اعتمدت على درجه الحراره، ايذر 25 فهي بتبقى هايفي او 37 فهي عاده هتبقى ييست. لما اتكلمنا على علاقتنا وهي طبيعه حياتها ايه، فقلنا ان هي موستلي بيكون سابروفايت، وات داز ات مين؟ المترممه. بعضها قد يكون كومنسل، وات داز ات مين؟ متعايشون. بعضها قد يكون باثوجينيك، وكلمه باثوجينيك يعني تستطيع عمل المرض. ده مشروط طبعا ان البني ادم ده حتى لو كانت مناعته قويه، فكلمه باثوجينيك فانجاي فطر ممرض هتعمل له برضو العدوى حتى لو مناعته قويه. الكلام اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي الدرماتوفايتس او الفطريات الجلديه مشهوره عندنا في بلادنا بمعنى او بجمله تانية ما يدعى بكلمه تينيا. سمعتوا عنها؟ تينيا. التينيا سواء بقى بياضة خلت الجلد لونه افتح او لونه اغمق او لونه محمر شويه،